اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهوا ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيين كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 7217 ايه 92173. لسه ما بداناش. احنا النهارده عاملين ميلك شيك، وعاملين مافنز، وعاملين بارفيه. اللي هيكون مشترك وهيكون الوصفة الأساسية عندنا النهاردة هو الجرانولا. احنا اتفقنا ان احنا بنجمع كل الطلبات، احنا طلب مننا الجرانولا كذا مرة، عملناها مرة قبل كده بطريقة مختلفة، المرة دي هنعملها بطريقة تانية عشان يبقى عندكم كذا وصفة. لكن على الويب سايت cbcsofra.com وعلى أميرة في المطبخ في الفيسبوك هتلاقوا كذا وصفة ليها غير دي كمان. هنعملها النهارده مع بعض عشان هي مفيده جدا جدا جدا. كل اللي طلبوا ان احنا ندخل الشوفان ومش عارفين يدخلوه ازاي هيقدروا يدخلوه في الجرانولا طبعا، ومفيد جدا جدا للولاد في علبه صغيره في المدرسه او في المافنز زي ما احنا هنعمل النهارده عشان ندخله بطريقه يعني اندايركت كده، ولينا احنا كمان في الشغل كاسناك وفي البيت طبعا براحتكم في اي وقت. للجرانولا عندي كوباية ونص من الشوفان، عندي معلقة ونص كبار من السكر البني، لو ما فيش هستخدم سكر أبيض وأحط عليه معلقة من العسل الأسود، عندي نص معلقة من القرفة، ملح رشة يعني بسيطة جدا، تلت كوب من العسل، عندي هنا عسل أبيض، ربع كوباية من الزيت النباتي زيت ذرة يعني، وكوباية من المكسرات المشكلة أي مكسرات أنتوا عايزينها، وشوية فانيليا. بعد كده عشان نعمل البارفيه هنحتاج زبادي وعسل ابيض وتوت مشكل وفواكه مشكله، يبقى دول هيستنوا شويه، التوت والزبادي والعسل الابيض بتاعهم، صح كده؟ صح كده. طيب تعالوا بقى نعمل الجرانولا نفسها في بوله اكبر شويه. اول حاجه هحطها المقادير السايله الاول عشان اضربها كويس مع بعضها، وبعدين انزل عليها بقيه المقادير الجافه، عسل ابيض، زيت نباتي، قرفه، سكر بني، فانيليا سايلة أو بودرة مفيش مشكلة خالص اللي موجود عندكو، مكسرات، يا مريم. مريم ألو، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، عايزة تسألي على ايه؟ عايزه طريقه البيتزا. حاضر، عينيا. بعدين هننزل جوه هنا الشوفان يا جماعه، نقلب بقى كويس جدا لحد ما احس ان المكونات غلفت الشوفان كويس جدا اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده قدامكم حل من الاثنين، ممكن في طاسه على النار وافضل اقلب فيه على نار هاديه لحد ما يتحمص ويتفرفت عن بعضه ما يبقاش ماسك في بعضه، أو في الفرن وأفضل أقلب فيه كل شوية زي ما أنتوا عايزين، الأسهل لكم اعملوه عشان في ناس بتستصعب موضوع الفرن شوية. هجيب صاج للفرن أو صينية أو أي حاجة، مهم قوي إن هي تكون مش مهم الارتفاع بتاعها مش محتاجاه، بس مهم قوي إن هي تكون عريضة عشان أنا عايزة أحطه في مستوى واحد ما يبقاش فوق بعضه، عشان لما اجي افكه من بعضه واقلبه يبقى اسهل لي ان هو يتفك ما يفضلش يكلكع. يا الاء، يا حبيبتي اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام. قولي لي يا حبيبتي، انا كنت عايزه اعرف طريقه البانكيك والمقادير بتاعته. بانكيك، حاضر اهو كده، بصوا على قد ما نقدر بس قبل ما ندخله للسخونيه نكون احنا فرطناه عن بعضه، دي اول حاجه. تاني حاجه، مش عايزه اسيب دول، تاني حاجه الفرن سخن اصلا وشغال فوق وتحت، الشوايه كمان شغاله ودرجه الحراره متوسطه مش عاليه قوي،
عشان ما يتحرقش، ومش واطيه قوي عشان ما ياخدش وقت جامد قوي وينشف مننا على الفاضي. اهو يبقى احنا حطينا ايه، تعالوا نراجع كده واحنا بندخل الفرن. احنا حطينا شوفان، او احنا خلينا نمشي بالترتيب اللي احنا عملناه بالظبط. احنا حطينا اول حاجه المواد السايله اللي هي كانت الزيت النباتي، الفانيليا، العسل الابيض، بعد كده حطينا عليهم القرفه، صح، سكر بني، وبعدين نزلنا عليهم المكسرات المشكله اللي احنا عايزينه، الانواع اللي متوفره عندنا اللي احنا عايزينه، وبعدين نزلنا عليهم الشوفان، قلبنا كويس جدا جدا جدا، بعدين فردناه زي ما شفنا كده وحطيناه. تعالوا بقى نجهز له الزبادي اهو. نحط هنا الزبادي، نحط عليه عسل ابيض. يا ملك. نعم. ملك ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. اتفضلي يا حبيبتي، عايز تسالي على ايه؟ انا عايز زيت المولتن كيك. مولتن كيك، حاضر. عينيا. وبعدين نجيب التوت. التوت ده بقى ممكن يبقى اي نوع فاكهه موجوده عندنا، اللي احنا عايزينه نستخدمه، المتوفر عندنا نستخدمه. انا المره دي كمان ما لقيناش توت فريش في السوق، فجبنا توت مجمد من اي سوبر ماركت كبير، هتلاقوه في قسم الثلاجات، في قسم الفريزر يعني، في اكياس. مش موجود مفيش مشكله خالص، فراوله، مانجا، شويه موز، اللي موجود ما تقيدوش نفسكم خالص. يبقى حطينا زبادي، حطينا عسل ابيض، وحطينا توت. طبعا الوصفه دي ممكن جدا ان هي تكون للناس اللي بتخفف الوزن شويه يعني، او بتحافظ على الوزن. ليه بقى؟ لان احنا ما استخدمناش سكر. الزبادي ده ممكن يبقى لايت. الفاكهه ما حطيناش عليها اي اضافات. الجرانولا نفسها ما عليهاش اي حاجه، حبه زيت صغيرين جدا، فدي ممكن تمشي للناس اللي هي ايه بتخلي بالها من الوزن شويه. هجهز سباتولا عشان نشوف الفرن، نبتدي كده ايه نديله تقليبه. تمام، بصوا طبعا مش هياخد وقت لان الكميه اصلا عندي مش كبيره، والفرن عندي حامي، بس ايه نتاكد ان احنا كل 5 دقايق كده بنفتح بنقلب كويس، ونسيبها تاني ترجع ايه تتحمص، عشان ما نساهاش ولاقيها راحت ماسكه في نفسها كده. يلا تعالوا بقى نجاوب، احنا عندنا ايه؟ بيتزا. طيب البيتزا لكيلو الدقيق بحط رشة الملح، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، 3 معالق كبار زيت زيتون، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة زعتر. قلبنا كل ده مع بعضه كويس جدا، حطيناه في العجان او على ايدينا، بعدين نزلنا عليه 600 ملي من المية الدافية، عجننا كويس جدا جدا جدا، غطيناها سبناها تخمر لمدة ساعة، بعد كده شكلناها سبناها تهدى 10 دقايق لحد ما نعمل الصوص. الصوص بنعمله ازاي؟ زيت زيتون، ثوم، ملح وفلفل، زعتر، وطماطم مبشورة، وصلصة طماطم، وسكر، وعصير طماطم، ونسيبهم لحد ما يتسبكوا، نحطهم على الوش، وبعدين نحط التوبنج اللي انتوا عايزينه. بتقولوا ايه؟ يا مريم. الو. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي يا حبيبتي عايز تسألي على ايه؟ انا كنت بسأل على طريقة التورتة. تورتة؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يا شهد. الو. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. عايزة طريقة الكب كيك الشوكولاتة. حاضر حاضر ماشي. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية الأسئلة وبقية الوصفات، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا بقى احنا طلعنا الجرانولا من الفرن، احنا عملناها ازاي عشان اللي ما حضرناش من الاول؟ حطينا زيت عليه عسل عليهم فانيليا وقرفه وعليهم سكر بني، وبعدين نزلنا عليهم مجموعه من المكسرات المشكله، بعدين نزلنا عليهم الشوفان، حطيناهم في الفرن وفضلنا نقلب فيهم لحد ما طلعوا كده. كل ما هنسيبهم طبعا كل ما السخونيه هتهدى وهيبتدوا يقرمشوا اكتر، هاخد منهم عشان نعمل البارفيه. هنحط عليهم هنحط شويه هنا كده الاول في الكاسات، وبعدين هنحط عليهم الزبادي. الزبادي احنا حطينا عليه شويه من التوت المجمد، وحطينا على الزبادي شويه عسل ابيض. هنبتدي نعمل منهم كده ايه الطبقات بتاعتنا. دلوقتي كمان هنعمل مع بعض المافنز اللي بالجرانولا، وعايزاكم تبصوا على الجرانولا الجاهزه وعلى الجرانولا اللي احنا عاملينها في البيت. ده طبعا غير الطعم والريحه، مختلفين تماما يعني، بس الطعم والريحه انا مش قادره اوصلهم لكم، فالشكل هيبين لكم الفرق. انا بحاول دايما اوريكم الفرق عشان تعرفوا انها مستاهله ان احنا نعملهم في البيت، مش بنعملهم يعني ان احنا فاضيين ولا حاجه، بس هم فعلا بيبقوا في فرق في الطعم وفي فرق في الفايده، واحنا ضامنين احنا بناكل ايه، وكمان مفيش مواد حافظه. طيب بعد ما نستخدم شويه بتاع الجرانولا دول، نقدر طبعا ان احنا ناخد نحط في علبه محكمه الغلق ونقفلها، هيعيش معانا فتره طويله جدا ما تقلقوش. يبقى احنا كده عملنا الجرانولا وعملنا من الجرانولا البارفيه اهو. احنا كده خلصنا البارفيه. تعالوا بقى نبص على الفرق ما بين الجرانولا اللي احنا عملناها والجرانولا اللي احنا جايبينها جاهزه. بصوا الفرق ما بين الاثنين، دي الجاهزه انا ما مش وحشه ولا حاجه، بس اكيد اللي احنا عاملينها احلى، ودي الجرانولا اللي احنا عاملينها في البيت، فاكيد في فرق. بصوا الفرق عامل ازاي، دي غنيه جدا اهو بالمكونات وباين كل حاجه فيها عباره عن ايه، وهنا كله كده على بعضه انا ما اعرفش ايه الدنيا فيها ايه، فانا طبعا هستخدم دي. اوكي تعالوا بقى نبدا في المافنز. عشان اعمل المافنز عايزه بيض، زبده، هتنزل لكم طبعا المقادير بالتفصيل حالا على الشاشه ان شاء الله. عايزين كوبايه ونص من الدقيق الابيض، ثلاث ارباع كوبايه من الجرانولا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، رشه الملح، ثلاث ارباع كوبايه سكر، سكر عادي سنترافيش مش بودره، نص كوبايه من الزبادي، ربع كوبايه من الزبده، بيضتين وفانيليا. هنعمل ايه؟ عندي هنا كسرول هحط فيها الزبدة، عايزاها يا دوبك تسيح، مش عايزاها طبعا اسمها ايه؟ تقدح، عايزاها تسيح بس. هنا بقى هحط البيكنج باودر، البيكنج صودا، يا جماعة عادي بتحصل، على الدقيق، واحط عليهم رشة الملح. بعدين ناخد البيض هنا ونحط عليه الفانيليا، نغسل ايدينا. يا ملك. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، زي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. تسلمي، ربنا يخليكي يا رب، اتفضلي. اميره فعلا، تسلمي لي، ربنا يخليكي من ذوقك، اؤمري. كنت عايزه اعرف بس ايه هو الشوفان؟ حاضر هقول لحضرتك. حاجه تانية؟ شكرا. لا يا العفو العفو، تسلمي لي. خلاص طيب عملنا ايه؟ بس نراجع، حطينا على الدقيق رشة الملح، البيكنج باودر والبيكنج صودا، حطينا البيض هنا وعليه الفانيليا، عندي السكر والزبادي، وعندي الزبدة اللي احنا يعني سيحناها بس ما سخنتش، بس ساحت، هحطها هنا. هشغل العجان، هنزل معاها السكر، ننزل عليهم البيض،
بعد كده ننزل عليهم الزبادي. يا ميري. ايوه اهلا وسهلا، ازيك يا مدام ميري؟ مساء الخير يا مدام اميره. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي كله تمام. طيبه وبصحه وسلامه، اتفضلي. كنت عايزه استاذنك، كنت عايزه الايس كريم اللي هو زبادي بالتوت. ايس كريم زبادي بالتوت. حاضر عينيا. بس يا ريت لو قدرتي تنزلي الحاجه على الشاشه عشان. حاضر حاضر عينيا الاثنين. سلم ايدك على. تسلمي تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. حاضر عينيا. ننزل بقى الزبادي، حطينا الزبده، حطينا السكر، نزلنا عليهم البيضتين معاهم الفانيليا، نزلنا عليهم دلوقتي الزبادي، وزي ما انتم شايفين بدي بس فرصه لكل حاجه تختلط كويس الاول قبل ما انزل اللي بعدها. نبتدي ننزل الدقيق واحده واحده، نقلل بس السرعه شويه عشان الدنيا ما تتعفرش جامد. نرفع سنة. بس كده خلاص. نوقف. زي ما بنعمل بقى دايما، ناخد ايه كل الجناب واللي تحت معانا عشان نتأكد ان هو ما فيهوش اي كلكعة، ما فيهوش اي دقيق ما اختلطش مع بقية المكونات اهو. تمام. تمام. ناخد بقى من الجرانولا اللي احنا جهزناها ونقلب تاني بحرص من فوق لتحت عشان مش عايزه اطلع الهواء اللي انا دخلته في الكيك او في المافنز. عندي هنا الصينيه بتاعه المافنز اهو جاهزه وفيها الورق، وبعدين اجيب معلقتين ناخد بيهم. نوسع بس كده عشان ايه تشوفوا اوضح، ونبتدي ننزل ثلاث ارباع الكب حملاه، مش كله عشان لما ينفش في الفرن ما يطلعش البر. ثلاث ارباع بس اهو كده. اوكي اوكي. كان عندي تعليق على الفيسبوك على الحلقه بتاعه امبارح، واحده بعتت لي انه اميره انت اتكلمتي بالانجليزي كتير جدا في الحلقه دي ومش كل الناس بتفهم انجليزي. فانا رديت طبعا عليها على الفيسبوك، بس حابه ارد عليكم برضو عشان برضو انتوا تبقوا عارفين. انا لما بقول اسامي الحاجات بالانجليزي يعني هو اسمه عيش باجيت، انا ما اقدرش اغير اسمه، ملوش اسم تاني، حتى بيتباع في كل الافران وفي كل السوبر ماركتس بالاسم ده وبيتكتب كده. فا صحيح هو الباجيت فرنش يعني كلمه فرنش، بس هو الموضوع مش انه لغه، يعني هو الموضوع انه ده اسم المنتج فانا ما اقدرش اغيره. ف يعني بحاول انه انا لما بيبقى في حاجه ليها بديل بالعربي بقولها، وبقصد ان انا اقول الاثنين ساعتها برضو عشان الناس تبقى عارفه انه ده حاجه واحده. يعني مثلا زي السموكت سالمون، سيمون فيميه، سالمون مدخن، هو لازم اقول الثلاثه لان في ناس ما تعرفش ان الثلاثه واحد، فبحب اوضح الموضوع ده. لكن لما بقول حاجه باللغه غير العربيه بس يبقى هو اسمها كده ملوش حل تاني. يعني فهمتوا قصدي ازاي؟ فمعلش سامحوني، هعمل ايه بس غصب عني والله. يا هبه ننظف بس ده عشان ما يتحرقش في الفرن وندخله على درجه حراره 180. يا هبه هبة، هل هبة معانا ام ماذا؟ ام ماذا حدث يا أمنية؟ أمنية أمنية. طيب معلش يا أمنية كلميني تاني، مش عارفة ايه المشكلة. طيب بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب بولة الاول. قبل ما نجيب البوله عايزين تدخلوها كده الفرن، مش هتقول لا خالص. عايزين تحطوا ده فروستنج على الوش، مش هيقول لا خالص. مش عايزين تحطوه خالص وتعملوا المافنز كده بس، ماشي. تعالوا بس اوريكم انا بتكلم في ايه. المافنز اللي احنا عاملينها قبل الهوا دي، احنا عملنا السكر البني مع الزبده
مع الجرانولا، ضربناهم مع بعض وحطيناهم على وش المافنز وبعدين دخلناها الفرن. اللي احنا هنعملها دلوقتي، خلاص فهمتوا قصدي، احنا حطينا الاول الخليط بتاع المافنز اللي احنا جهزناه وبعدين ضربنا زبده، خلوني بس اوري الناس عشان يبقوا فاهمين قصدي ايه. ضربنا على وشها بقى زبده، سكر بني، والجرانولا، ضربناهم مع بعض ورحنا حطيناها على الوش قبل الخبز هنا ودخلناها الفرن. طيب ممكن اعملها من غير دي؟ اه ممكن جدا. ممكن اعمل ده واحطه فروستنج على الوش؟ اه ممكن جدا. ممكن اعملها من غيره خالص؟ اه ممكن جدا. خلاص ممكن نطلع فاصل طبعا. درجة الحرارة 180، الشواية مش شغالة تحت بس لمدة نقول تلت ساعة الأول، وبعدين ابتدي ابص عليه اشوفه اخباره ايه. انا هعمل ده بطريقة مختلفة عشان ابقى اوريكم الطريقتين. هندخل ده هنا نسيبه في الفاصل كده يرتفع ويعيش حياته. بعد ما ترجعوا من الفاصل هنضرب ده عشان نحطه فروستنج على وش المافنز ونعمل مع بعض الميلك تشيك. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. احنا في اول الحلقه عملنا الجرانولا اللي احنا حطيناها هنا تحت. عملناها ازاي؟ حطينا زيت ذره، حطينا عسل ابيض، قرفه، فانيليا، حطينا كمان شويه سكر بني، خلطناهم كلهم مع بعض، نزلنا عليهم مجموعه من المكسرات المشكله، وبعدين نزلنا عليهم الشوفان، قلبنا كويس جدا، حطيناه في طبقه واحده في الفرن، قعدنا نقلب كل شويه لحد ما بقى متفتت من بعضه ومتحمص كويس، حطيناه هنا تحت. بعدين حطينا عليه طبقه الزبادي اللي هي عملناها ازاي. حطينا زبادي، حطينا توت، حطينا عسل ابيض، قلبناهم مع بعض وحطيناهم عليه، وقلنا ان احنا ممكن نستبدل التوت باي نوع فاكهه موجود عندنا. بعد كده عملنا المافنز اللي انا مش هقدر افتح عليها، بس ارجوكم هاتوها عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. لو فتحت عليها هتهبط لان لسه ما عدتش التلت ساعه. عملناها ازاي؟ حطينا زبده سايحه، حطينا عليها سكر، نزلنا عليهم بيضتين معاهم الفانيليا، بعد كده نزلنا عليهم الزبادي، بعدين نزلنا عليهم الدقيق اللي حطينا عليه رشه الملح، البيكنج باودر والبيكنج صودا، ونزلناهم عليهم. بعد كده حطينا عليها شويه من الجرانولا اللي احنا جهزناها في اول الحلقه، دخلناها الفرن وشفتوا انتوا شكلها عامل ازاي. لسه فاضل لها كده خمس دقائق ونطلعها ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل التوبنج اللي هنحطه على وش المافنز. هنعمله ازاي؟ هنحط زبده، وهنحط على الزبده سكر بني او سكر ابيض، مفيش مشكله، نضربهم مع بعض وبعدين نحط عليهم شويه الجرانولا ونزين بيهم. مين معانا؟ يا مريم. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، قولي لي اتفضلي. انا كنت عايزه بس ممكن تنزلي مقادير تاني. مقادير ايه؟ الوصفه الاولى الجرانولا. اه حاضر، عينيا. عايزه بس اخلط شويه بالمعلقه قبل ما اشغل المضرب عشان العمليه ايه ما تبهدلش الدنيا قوي. ايوه كده، بس كده، وبعدين هتبهدل الدنيا شويه بقى دلوقتي، مش مشكله. نخلطهم مع بعض. نوقف، ننزل عليهم شوية جرانولا بوصات عشان الباقي هحطه برضو على الوش. بس خلاص كده مفيش حاجة حصلت. رشة جرانولا جوه، الجرانولا على الهواء اهي. خلطنا كل المقادير مع بعضها ودخلناها الفرن. يعني الطريقه سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. اشكركم. اوكي تعالوا بقى ناخد التوبنج اللي احنا عملناه ده، اللي احنا قلنا ان هو ممكن يتحط على وش المافنز قبل ما يخش الفرن ونعمله بيه زي ما احنا عاملين هنا، نخبزه بيه، او احنا قلنا ان احنا ممكن نحطه على الوش كده. وبعدين هجيب له برضو من الجرانولا تاني يعني كده للتزيين. ممكن طبعا تحطوه في كيس حلواني وتزينوا بيه على الوش كده، مفيش مشكلة. يعني كلها أفكار من غيره خالص. عايزين تعملوا المافنز بس وتقدموه،
برضو مفيش مشكلة. اهو محتاجة بس ابص على الفرن بصراحة بعد ما اخلص ايه الخطوة دي. اهو طيب جالنا سؤال في السيجمنت اللي فات عن الشوفان. ايه هو الشوفان؟ الشوفان نوع من انواع العشب زي القمح، بناخد منه البرغل، بناخد منه الفريك، بناخد يعني فاهمين قصدي ازاي. هو نفس الكلام للشوفان، هو عشب بيتزرع وبيتاخد منه الشوفان، بيتباع في السوبر ماركت. في منه كذا نوع، في نوع خشن، في نوع ناعم، في نوع مستوي اصلا اللي هو الاكسبرس اللي هو جاهز على طول ان احنا نحط عليه شويه لبن وناكله زي كورن فليكس، مش محتاج ان هو يستوي تاني. يعني في منه انواع كتير جدا، وفي منه نوع على ابيض، وفي منه نوع على بني، يعني موضوع كبير. تعالوا نطلع المافنز بتاعتنا. الله المافنز اهي يا امل. الو السلام عليكم. مدام امل ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا مدام امينه؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله يا حبيبتي، انا معجبه بيكي جدا والله. تسلميلي يا حبيبتي من ذوقك، ربنا يخليكي. الله يخليكي، الله يخليكي. بقول لحضرتك ايه يا مدام اميره، انا عايزه اعرف طريقه المكرونه اللي بينا بعد اذن حضرتك. المكرونه اللي بينا اللي هي بالصوص الابيض. بالصوص الابيض؟ حاضر. بالمشروم ولا بالفراخ ولا ساده؟ لا ساده. حاضر عينيا الاثنين. حاضر حالا حالا هنبتدي نرد على الاسئله. على فكره انا بس قلت احط بندقيه كده على كل واحده من استلفتهم من يا مين معانا؟ يا ام اشرف. ايوه مدام اميره اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليكي يا مدام اميره. انا عايزه اسال بس، انا كل ما بعمل الكب كيك او الكيكه العاديه في الصينيه بتتسقي مني من فوق وبتتفتح كده، مش عارفه ايه السبب، يعني المقادير ولا الفرن ولا طيب إيه؟ في اي حاجه تانية بتبقى مش مظبوطه فيها ولا بس الشقه دي؟ لا هي بس بتبقى جميله ومستويه وحلوه، بس شكلها بقى بيبقى مش عاجبني عشان مشقوقه كده. حاضر هقول لك. حتى الكب كيك هقول لك تطلع كده. لا هو العيب في الفرن طبعا، بس انا هقول لك. حاضر اتفضلي قولي يا ام اشرف. انا سامعاكي. كفته البطاطس يا مدام امير. كب كيك كفتة البطاطس. حاضر حاضر عينيا. مش عارفه انا سمعتها كب كيك ليه. تعالوا بقى نعمل الميلك شيك. عندي موز، عندي توت. قلنا برضو ان التوت بنلاقيه في السوبر ماركتس الكبيره في اكياس فروزن في القسم بتاع المجمدات. مفيش في نفس القسم ده اكياس فيها فراوله، هاتوا فراوله مفيش مشكله خالص. وحطيت كمان هنا موز، يبقى موز وتوت، شويه جرانولا من اللي عملناها، زبادي بالتوت. هنستخدم فراوله نستخدم زبادي بالفراوله وهكذا، او ممكن نستخدم زبادي ساده ونحطه على الفاكهه على طول مفيش مشكله. عندي شويه ايس كريم وشويه فانيليا. تعالوا ايس كريم فانيليا. يبقى الفانيليا دي اللي انا زودتها. ايس كريم فانيليا، ما بسيبش حاجه في حالها. شويه موز، شوية توت. شفتوا المافنز عاملة ازاي؟ يعني عشان بس ايه محدش يقول لي بتهبط، اصلها بتعمل، اصل احنا ما عملناش اي حاجة، وحتى يعني المفروض ان انا كنت اسيبها تتضرب شوية زيادة في العجان، بس انا برضو قلت اقول لكم اسهل طريقة واسرع طريقة عشان ما تحسوش ان الموضوع صعب. شوية لبن خفاف قوي بس عشان ما يبقاش تقيل قوي زيادة عن اللزوم. طبعا انتم متخيلين الموضوع يعني مفيد ازاي والفايده بتاعته هتبقى عامله ازاي. شويه عسل ابيض اهو. يبقى حطينا ايه؟ نراجع. لبن، توت، موز، حطينا عليهم شويه زبادي، توت، وهنحط دلوقتي شويه ايس كريم فانيليا. يا فريده. الو فريده ازيك؟ كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله. قولي يا حبيبتي عايز تسالي على ايه؟ بحبك. تسلمي لي حبيبتي، انا كمان بحبك قوي. قولي انا سامعاكي عايز تسالي على ايه. وانا انا بحب الايس كريم بتاعك قوي. انا مش سامعه.
ميرسي يا فريدة يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عايز تسألي على حاجة؟ فريدة راحت؟ ماشي يا فريدة، شكرا يا حبيبتي، أنا كمان بحبك قوي. حطوا هنا يا مي. أيوه ازيك يا مي؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، كله تمام، اتفضلي. بقول لحضرتك كنت عايزه اخد طريقه الكب كيك. حاضر، عينيا. ممكن تحضروا لنا الكب كيك؟ اشكركم. حالا اول ما نرجع نرد على كل الاسئله ان شاء الله. حط بس على الوش شويه جرانولا. طبعا لو انتوا عايزين تحطوا الجرانولا جوه كمان تضربوها مع الشيك ما عنديش مشكله خالص، يعني تحطوا شويه كده جوه وتحطوا شويه بره كده كريسبي على الوش، مفيش مشكله. هو اصلا كده كده هيغطس فعلا لجوه، فلما نيجي نشرب هيبقى كله مع بعضه. لكن يعني انا افضل ان احنا لو هنشربه للولاد مش هنحط اللي على الوش ده، احنا هنحطه جوه بس عشان هما المفروض ان احنا نخليهم ما ياخدوش بالهم منه ويشربوه ضمن العصير من غير ما ياخدوا بالهم. ففي الحالة دي هتحطوه في الخلاط، في حالة ان احنا اللي بنشرب ده هيبقى لطيف قوي انه تحسوا بالقرمشة بتاعته شوية كده. اوكي وكده اوكي، زي ما انتوا عايزين. هنحط التوتية كده واحدة. لماذا لماذا؟ يلا طب تعالوا نطلع فاصل ونرجع عشان نجاوب على كل اسئلتنا ونفكركم احنا عملنا ايه مع بعض بالظبط النهارده. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. وريمون مهددني تحت تهديد السلاح ان انا اتكلم بالعربي بس، فانا هعيد دلوقتي عملت ايه بالعربي بس، مش هقول ولا كلمه انجليزي. احنا عملنا المافنز وهو اسمه كده، يعني ما هعمل ايه. حطينا فيه الجرانولا وحطينا فيه الزبده، نزلنا عليها السكر، بعدهم البيض بالفانيليا، بعدهم الزبادي، بعدهم نزلنا الدقيق اللي فيه البيكنج باودر والبيكنج صودا و رشة الملح. خلطناهم كويس جدا، نزلنا جواهم الجرانولا اللي احنا كنا مجهزينها برضو هنا مع بعض، الشوفان عليه العسل الابيض، الزيت النباتي، السكر البني، الفانيليا والقرفة، الشوفان والمكسرات المشكلة. خلطنا كله كويس جدا، بعدين دخلناه الفرن. ده اللي احنا عملناه قبل الهوا، وده اللي احنا طلعناه واحنا مع بعض على الهوا. و بنفس طريقة الكيك 180 لمدة تلت ساعة، بعد كده طلعناه سبناه يهدى. المفضل كمان ان احنا نغطيه بفوطة نظيفة، انا ما غطيتوش ولا اي حاجة. والمفضل برضو ان احنا نعمله معاملة الكيك، يعني نطفي الفرن ونسيبه خمس دقايق، نوارب الفرن ونسيبه خمس دقايق وبعدين نطلعه ونغطيه عشان ما يهبطش. والحمد لله ما هبطش ولا حاجة، بس انا اقول لكم برضو في البيت كل الخطوات. بالنسبة للسؤال اللي جالي عن الكيك اللي بيشقق من فوق، بيشقق من فوق ده معناه ان درجة الحرارة عالية شوية زيادة، فنوطيه حاجة بسيطة مش كتير قوي. حطينا الفروستنج على الوش هنا. الفروستنج ده عملناه ازاي؟ حطينا الزبدة، حطينا عليها السكر البني، حطينا عليهم الجرانولا، خلطناهم مع بعض كويس جدا وحطيناهم على الوش. وده مش ضروري خالص لو انتم مش عايزين. هنا بقى في البارفيه احنا حطينا الجرانولا تحت اللي قلت لكم طريقتها بالتفصيل، وبعدين حطينا عليها الزبادي، حطينا عليه عسل ابيض، وحطينا عليه توت الكب كيك على الشاشة. حطينا طيب في الكب كيك احنا بنحط الزبدة مع السكر، بننزل عليهم البيض مع الفانيليا، بعدين بننزل عليهم مقادير الجافة كلها مخلوطة مع بعض، في الاخر خالص بننزل اللبن لان ممكن ما نستخدموش كله. لو عايزين بالشوكولاتة يبقى هنشيل 3 معالق كبار من الدقيق ونحط كاكاو خام. لو عايزينه بالفانيليا يبقى تمام، ونفس بقى الطريقة اللي احنا عملنا بيها المافنز النهاردة بالظبط. نرجع بقى للبارفيه. احنا حطينا هنا الجرانولا، حطينا على الوش الزبادي اللي حطينا عليه العسل الأبيض والتوت، وحطيناه على عليهم، وبعدين حطينا على الوش التوت لوحده كده للزينة. هنا بقى عملنا ايه في الشيك؟ حطينا الجيلاتي اللي بالفانيليا، وحطينا عليه اللبن، موز، توت،
زبادي بالتوت وحطينا على الوش الجرانولا، وقلنا لو هنعمله للولاد يبقى هنحط جواه الجرانولا في الخلاط. دلوقتي بقى وقت الإجابة على الأسئلة كلها، بس بعد ما احط هنا شوية سكر بودرة على المافنز اللي احنا جهزناه اهو. الأول سؤال بقى البانكيك، انا حاطه ورا هنا الجرانولا اللي احنا ما استخدمناهاش، فانا برضو عايزه اوريها لكم تاني واوريكم الفرق. البانكيك بجيب كوبايه الدقيق، بحط عليها كوبايه الا ربع لبن، بيضه، فانيليا طبعا، بحط معلقه من البيكنج باودر صغيره، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الزيت، بخلط كل ده مع بعضه يدوي او في الخلاط، اسيبه يستريح 10 دقائق، بعدين ابتدي انزلها على طاسه تكون سخنه وتكون مدهونه بالزبده، واول ما تاخد الوش الاولاني وتبتدي الفقاقيع بتاعه الهواء تبان انقل على الوش الثاني. دي البانكيك. كفته البطاطس، كفتة البطاطس بجيب البطاطس بسلقها، في كفتة البطاطس افضل دايما ان البطاطس تتسلق بالقشرة بتاعتها. ليه؟ عشان لما بتتسلق من غير القشرة بيخش لها مية كتير، فلما باجي اعملها كفتة بتبقى فيها سائل زيادة، فانا عايزة اغسل البطاطس كويس جدا بالقشرة، احطها في مية بملح، اسلقها كويس جدا، اقشرها وهي سخنة تحت الحنفية كده عشان ايدي ما تتلسعش، بعدين على طول اهرسها بسرعة بعيد عن المية، بعد كده بنزل عليها شوية من الدقيق أو شوية من البقسماط، وما بحطش عليها بيض، بخلطها مع شوية بقدونس، شوية ثوم مفروم أو ثوم بودرة، ملح وفلفل طبعا، ممكن أحط شوية كمون، ممكن أحط شوية بابريكا، ممكن أحط شوية شطة، يعني الطعم ده طبعا زي ما انتوا عايزين. بخلط كويس جدا جدا وامسك بايدي واتاكد انها مسكت في بعض، لو لا يبقى زود ايه معلقه دقيق كمان لحد ما تتماسك، ابتدي اشكلها. ممكن في النص احط جبنه موتزاريلا، احط جبنه تشادر، احط عصاج، زي ما انتوا عايزين، واشكل واقفل. وبعدين كفته البطاطس دي ممكن اشوحها في زبده، او ممكن انزلها في دقيق بيض بقسماط، وادخلها بقى التلاجة تمسك نفسها شوية، وبعدين اقليها في زيت غزير زي ما انتوا عايزين. المكرونة اللي بالوايت صوص، للمكرونة اللي بالوايت صوص انا عايزة طبعا مكرونة مسلوقة اي نوع انتوا عايزينه. الوايت صوص اسهل طريقة ليه ايه؟ معلقة من الدقيق عليها معلقة من الزبدة على النار، شوحتهم كويس، نزلت عليهم اللبن او الكريمة زي ما انتوا عايزين، او الاتنين لبن على كريمة، وقلبتهم كويس جدا. بعد كده بقى اللي جاي ده كله بقى اختياري، بحط ملح وفلفل اكيد، بعد كده احط شويه قرفه، احط شويه ريحان، احط شويه جوزه الطيب، احط شويه جبنه موتزاريلا او تشادر تسيح جواهم، احط جبنه بلو تشيز اللي هي الريكفورد مفيش مشكله، احط شويه ريحان، احط شويه زعتر، كل واحد من دول يتحط لوحده عشان يدي طعم معين، لكن هو الدقيق بالزبده وبعدين انزل عليهم اللبن والكريمه والملح والفلفل، انا كده عندي الصوص الابيض. بعد ما بجهز الصوص بنزل عليه المكرونه المسلوقه واقلب كويس جدا وخلاص. عايزين نحط شويه مشروم فريش اوكي، عايزين نحط شويه فراخ مسلوقه اوكي. طب ارد بس على السؤال ده ثانية، صينية البطاطس عشان متأجلة معايا، هجيب البطاطس حلقات، البصل حلقات، فلفل رومي حلقات، طماطم حلقات، هخلط كله مع بعضه، هحط معاهم اللحمة أو البطاطس زي لو عايزين. الأهم حاجة بقى شوية زيت، عايزة أحط ملح وفلفل وحبهان ومستكة ولورة، عايزة أحط صلصة ماشي، عايزاها بيضة أوكي، أخلط كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا مع شوية القرفة وأدخلهم الفرن. عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا المافنز، عملنا الجرانولا، وعملنا المافنز بالجرانولا، عملنا البارفيه بالجرانولا، وعملنا الميلك شيك بالجرانولا. اتمنى تجربوا كل الوصفات وتعجبكم، واشوفكم بكره ان شاء الله من 4 ل 5، استنونا، باي باي.